السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفة تاع اليوم راح تكون وصفة لغربية الكاوكاو. هذه الوصفة بزاف سهلة وما راح تاخذ لكم لا وقت ولا مجهود كبير. نتمنى ان شاء الله تشوفوا الوصفة وتجربوها وترجعوا لي بالخبر. ما نطولش عليكم ونروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نجو هنايا المقادير تاوعنا، كيما راكو تشوفو ما يطلبناش مقادير بزاف. عندي نص كاس تاع كاوكاو يكون مرحي رقيق ومحمص، هنايا عندي كاس تاع اسمن يكون طري، يعني يكون بدرجة حرارة الغرفة ما يكونش جامد، وعندي كاس تاع سكر غلاس. للتزيين عندي شوية تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي شوية خشين، وبياض البيض، بلا ما نساو شوية تاع الملح وتاع لافاني. نبداو. انا هنا راح نستعمل البيتخان، بصح تقدروا تخدموا بيدكم عادي ولا بالباتور، مي بالبيتخان حتسهل لي الخدمه. راح نحط الكاوكاو تاعي، نزيد عليه الكاس تاع السمن كيما راكم تشوفوا السمن، ندني لكم هنا باش تشوفوا ما يكونش جامد وما يكونش دايب. انا سباتول باش تساعدني، نضيف الكاس تاع السكر غلاس، ما ننساوش نغربلوه، نفوتو على الصفايه، هنا بعد ما كملت غربلت كامل هذاك السكر غلاس راح نضيف شويه تاع الملح وشويه تاع لافاني. نركب لو فوي ونخلي هاد المقادير كامل يتخلطوا مليح حتى نتحصلوا على اون بوماد، من بعد راح نطمو بالفارينه. كما راكم تشوفوا بعد ما خلطتو مليح وبيض لي هاد الخليط راح نبدا نطم تدريجيا بالفارينه. هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا، يعني كي تلميها هكا تتلم لك. درك واش راح ندير، راح نغطيها بالبابي فيلم نخليها تريح شويه باش نبدا نخدم الغريبيه تاعي. هنا بعد ما خليت العجينه تاعي ريحت شويه نجي باش نحلها ونبدا نطبع. كيما شفتوا هنايا حاولت نحلها شويه خشينه، يعني ما نرقوهاش بزاف باش يجوا الحبات شويه خشن. نسويها هكا مليح. هنايا كيما كنتو تشوفوا حكمت هذاك البياض اللي وريته لكم في الاول، وراني ندهن في السطح هذاك باش نرشو بشويه تاع الكاوكاو للتزيين، من بعد نبدا نطبع الحبات تاعي. راح نرش شويه تاع الكاوكاو، يعني ما نكترش باش يعطينا برك تزيين شباب. هنا باش نشكل هليلات صغار راح نحكم هذا الطابع، اللي ما عندهاش طابع كيما هذا تستعمل كاس صغير معليش. نبدا بهذه الطريقه، شوفوا الحبيبات تاعنا شوف كيفاش يجوا مشققين. ننصحكم دائما خدموا فوق البابي كويسون باش هكذا الخدمه تاعكم تكون سهله. انا هنا راح نكمل نطبع كامل العجينه تاعي، من بعد نخليها تريح شويه في السنيوه، بعد ما تريح لي واحد ربع ساعه باش نبدا نطيب. هنا اللي تخاف الغربيه تاعها تطيح لها ولا تجرب غير الحبه الاولى، من بعد تشوف الا جاتها سوا سوا راهي تكمل الطيب، سينو تعاود دير شويه تاع الفارينه ولا تخلي العجينه تاعها تزيد تريح مليح. نكمل ونرجع لكم. راكو تشوفوا السمك اللي درتو، انا حبيتها هكا، اللي تحبها خشينه تزيد تخشن شويه في العجينه. اللي شويه اللي بقاولي نعاود نطمهم ونحل العجينه ونعاود بنفس الطريقه، يعني ما شح تروح خساره هاد العجينه، نعاود نطمها ونطبعها. هنا بعد ما كملت شكلت كامل الغريبيه راح نخليها تريح شويه في هاد السنيوه، يعني واحد 10 دقائق، من بعد نشعل الفرن تاعي من التحت ونحطها تطيب. كي نشوفها بدات تطيب نطفي عليها ونحمرها شويه من الفوق، يعني ما نخليهاش تحمر بزاف، ونخرجها. كي نخرجها نخليها تبرد تماما باش نحيها من السنيوه. وهذه هي بالنسبه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم مع وصفات اخرى. مع السلامه.